ماني شايف غير اربع عواميد معلم ضلوا طياره البصرة كلكم بتعرفوها انه من اكثر المابات المفضلة عندي بلعبة سكواد ويمكن عندكم كمان واغلب المرات اللي بنلعب فيها بماب البصرة دائما بنلعب بحرب الشوارع او المعارك الميدانية ولكن اليوم قررنا انه نقلب الطاولة وننقل المعركة من ارضنا لارض العدو ونستخدم الدبابات اسلحة التقيلة يلي عنا وحرفيا صحراء البصرة قلبت مقبرة الامريكان على كل جايز من نبلش بالفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب واذا حابين تشوفوا اكثر من سكواد خبروني تحت بالتعليقات البصرة يا ولد هذا بتذكر لعبت مرة انفيجن معلم بالسنايبر مشكلتهم بس تبي يحطوا للعرب سنايبر يا رجل بس تبي يحطوا للعرب سنايبر مثل الخلق والعالم قديش راح يكون عليهم ناخذ اليه ولا ناخذ مشات لا اليه خلينا هيك نقتحم اليوم غير الكت تبعك الكرومان طلع سلاح الكرومان قديش سيء يا انا رسمته مكان تاني. طبعا هيك كانت البداية وهيك كانت الانطلاقة جهزنا العدة والعتاد وانطلقنا لأرض المعركة ومثل ما شايفين قررنا اليوم انه نحارب على الحدود بالآليات الثقيلة طبعا بالبداية مثل ما رح نشوف الوضع هذا داخل البصرة او داخل المدينة باللعبة فلهذا السبب قررنا مباشرة نتوجه على الحدود وبالتحديد على اقرب نقطة للعدو اوه لا لا ايش هالمستوى تحمل اخي اطلع اخي يلا يا رب هذا احلى ماب يا شيخ هذا ماب العربي وين ما حركت الماوس بيتحرك معي هذا موجه يعني هذا بصيب الهدف 100% انت واثق هو بيصيب الهدف بس انت واثق اللي راح يربح مثل ما سمعتوا قبل بدقائق من توجهي لارض المعركه قررنا انه نستخدم اليه لاول مره بستخدمها وقاعد عم اتعلم عليها انا بداخلها بحاول اقطع الجسر ونلف عليها من ورا ان شاء الله باين عليك شيء حاليا ثواني شوي يمكن لا حشيش في على 285 في شيء مبين شفتها 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 اي واحد حرر هذيك هذيك اضغط كيو مشان تكبر استاخ إيه؟ ابلع بنصها صاحت يا معلم روح اللي بعدها في واحدة وراها واحدة ثانية خليك واقف خليك واقف خليك واقف اضغط كيو كمان ارقام الزين جاهز بس اذا بتتحرك انت ما تسيبه قليل زين بنصها لازم ها بنصها العب يا مدير الثانية كمان صاحت روح ماي جاد في غيرها نتحرك؟ راحت لوجي من قدامنا ما شفت على الطريق؟ شفتها بس اللوجي صعب تصيبها خلينا للاليات تصبح يا معلم صار يولول الجنود اللي حواليها ما عم يعرف من عم بيجون الصاروخ تعرف هلا شلون هيك بين الرعب فيهم امال لا خسروا مدرعتين فورا شوف شوف شلون هيك عم بيحترقوا معلم سويناها مقبرتهم على يميننا شو في؟ في عالم عندها في عندها عالم احنا بدنا نمرق بس اضرب اضرب عليهم اضرب عليهم واقف 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 بس ما اضرب الموجه غير لا لا مو الموجه موجه فراجمنت تمام ترى عم بشوفك بزيك سلاح ماسك ناظور مسكين هرب هرب مات قطص نايس اوكي خالص هذا نزل انا خايف من الالية المدرعه الثانيه اللي تجي تضرب معلم الثالث مرعوب ما راح يحركوه خالص هل هدول لسه ما طلعنا شالونا ايش في؟ والله وحش كفو حرام خطية ذاك عم يشوف ايش في حواليه يمكن شايف شيء عم بيدخن على ال 160 ما بعرف الشباب ضاربين هذيك 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 على اليسار على اليسار على اليسار الالية شفتها؟ واقفك واقفك ايوه بس احرك مدفعيتي ثواني شوي شفتها 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 عم تمشي اكلت صاروخ اكلت صاروخ معطل اطلع وراها على الاس سي على الاس على 170 شفتها 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 واقف 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 ما عم بتوقف فيها عم بتدخن شفتها الدخان الابيض هي اطلع وراها اطلع وراها فيك تعلم في لوجي في لوجي في لوجي اضربها معك معك صاروخ يلا اضرب اضرب يلا بس ارقى روح يا معلم الصاروخ الموجه وين اللي هي علم لي اعطت حرفتي وعلم لي تقريبا قدامك هي قدامك مباشرة شفتها؟ ايه اجت اجت تعرف اذا اعطيتني زاوية منيحة بحسن بشيلها؟ بس وين اعطيني المحل هي بوجهي بوجهي رح اضرب اوكي رح اضرب اوه ماي جاد شو شفتها؟ اوه ماي جاد
تفضل معك، لازم نروح نعمل ريلود ونرجع ان شاء الله. شلون ما لفيت الصاروخ عليها؟ الله يستر. اي مين رشام هناك الضرب؟ او ماي جاد، عطبنا عطبنا. وات؟ يب 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 يب، شلون هيك عطبنا؟ روكت لانشر. يلا شفته 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 داون. انا عم بصلي. اوكي عم دافع عليكم. خليك جوا هم، انا ما شايفون اثنيناتهم مهمين. يب يب الامريكان على 173. شايف الهاب تبعهم؟ الهاب تبعهم، الهاب تبعهم على الاس. حرفتي قال في واحد جنبي يا حرام، قتلني قبل ثاني من ما اخلصني ثاني. وينه؟ هاي بندي في هذا. او ماي جاد، اتون عالم تهدل. بس مو انت انزل. خليها ما ينزل. يب ما حسين احرك الدبابة. انا ما حسين احرك الدبابة. طيب ما فيك، كان ضل شعره لتتصلح شعره. في مكان قريب عليك والله. حركت الدبابة، حركت، تحركت معي. ما رضا ما بتحرك، مشكلة لانه جنزير مضروب. بس كان بده شعره صغيره هي على فكره. خليك اضغط هيك، دخل حواليك، بعدين حاول تنزل تصلح. بس لا كوني واقف برا شايفه. بحاول اضرب من اللوجي اللي عندهم. وبالفعل كل محاولاتي بعد بالفشل، وتحصرت لوحدي بالدبابه بعد ما مات همه ومصطفى. اذا اصيبه صعب. هذا اكيد مستلمني ما؟ مستلمك 100. طيب يبي هذا هو، شايفه شايفه مستلمني، شايفه مستلمني. اخي بدي اضحي، ايش اعمل؟ اضحي ولا انتم جايين؟ جيك جيك، حياتي متوقفه عليكم شباب، دمرت لكم اربع دبابات شباب. هذا هو، قتلتني الآلية تبعه. ما جات قد الطلق. مين هاد؟ مين هاد؟ مين هاد؟ مين هاد؟ انا لا يكون عم تضرب علي. ايه في هون قدامي، هو قدامك قدامك قدامك. شوف 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 قدامك، هو محل ما عم رشوف هيك عند الجبل، هو شفته؟ لا ما تموا علي هذا. انا بعيد الساعة فكرة. اوكي نزلت من الدبابة. نزلته 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 نزلته. نايس هذاك. ايه بربشتو. فيني اصلح الدبابة انا ولا ما فيني؟ ديك الريبيل تور معي. ستة وصلح. ما قلت شو الصاروخ اللي اجا؟ في عالم على 80 كان. صلحته 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 صلحته. لازم تعمل ريلود، ارجع الهاب وجايك انا. اوكي همو وينك؟ اطالعك معي؟ جاي باتجاهك انا شايف. او ماي جاد، حتى اللي كان كامشنا كمشته. طيب همو انا راح ابدل هلا على الجنر. تمام؟ انت استلم السائل. تمام؟ كوس اف واحد انت. اف واحد؟ اوكي. كوس. ايش فات؟ وقف هون اما. نشوف هيك ناخذ هيك هيك واقف هذيك. بدا 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 قدامنا. ارجع 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 شافتنا. ارجع 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 كمان. تعال تعال عندي زبده. انعطب معي، عطبتنا معي. لا انا روكت. فيني اصلحها، فيني اصلحها. سمك سمك سمك. ما ضل كابس كليك يمين، انزل اصلحها. بحاول اصل عنده. تمام تسمك؟ لا ما تسمك. ايه تسمك تسمك تسمك. يلا عم صلح انا. في سيارة ثانية رح انزل اشوف. اوه دبتهم دبتهم دبتهم. طبعا اكيد لازم نجيب العيد. بعد ما تدمرت الدبابة رجعنا. خطتنا بالتحديد كانت اثناء تدمير الدبابة لاحظنا وجود هاب للعدو او منطقة. فاللي صار انه فخخنا السيارة يلي معنا وقررنا انه نقوم بعملية انتحارية بحيث انه ننسف كل شيء موجود لهم على الحدود. هلا اذا رحت على النقطة اللي علمت لك اياها في هنيك لوجي، وفي هاب وفي الراديو. بس اوصل قال لك وصلت مو؟ بالضبط ايوه. بس ثواني راح اكمل له. بدي احاول اطلع من الطريق الرئيسي وانزل عليهم من فوق. ربك النعمة. بس هون هلا لفوق يو جايينكم هم ما جايينكم. طيب انا بعد 100 متر نزل لي، وبعدين انت كمل لحالك. انا فيك تنزلني عندك هون. هون تمام كويس. انزل. يلا ولا الله على الموف ماك تبعي بالضبط هو الهب. اوكي راح اضل معناها اسحب سابي. يلا ولا. كفو كفو. هما ها بزيك لا ده ماني برابطك. اوكي اوكي بزيك موفق بزيك بليز تعال. كل جمعة كنت اطعمية ومفول. اوكي ف حرام في تلة قدامي.
حيشبه عني، بس يلا بيبين الانفجار، بس ما يبين بالضبط، بس يبين شو اسمه. قولوا الله يا رجال، قولوا الله. ثواني ها، واحد اثنين ثلاثة. روح معلم، روح 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 با يما. الله اكبر، هذا بس حرام، ما بين كله بس وحش حرام. او ماي جاد، شلون دخلت بتم الهابلز نوت كلهم على طلع علي. النقطة ما تقولها لسه ما صرنا. شوف شلون شلون راحوا، راحوا فورا لعندهم بعد ما فجرناها. شوف شلون راحوا لعندهم، راح يأششوا البقايا. انت بس شوف، او ماي جاد، تعال شوف ايش صار هون. ماني شايف غير اربع عواميد معلم، ضلوا طيارة. اي مروحية الاغلب استطلاع. مرقت مرقت. حلو حلو ابو الهيفي، تعال تعال بالله عليك. شوف معلم، ما مسحناه، مسح 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 حرفيا مسح. يشكا مشي مشي بسرعة طاير معلم. ايش هذاك اللي ورانا؟ شوف شوف هذاك، ايش هذاك؟ جماعتنا مفجورة. لوجي 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 لوجي. كمني مظهره؟ راح طالع جوا ناس حرام بعد. اوه لا لا، شفتي مدرعه؟ اجد شفنا، شايفني شايف. العب روح، سلخه 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 سلخه، دخنت والله. هي راح تنفجر، راح تنفجر، راح تنفجر، راح تنفجر. طيب هذا معه صاروخ. العب يا مدير، راحت خالصه معلم. نيم روح. هما هاي زيكي، انت شلون شفت بعد العدو؟ لك حبيبي نزلت رفينا انت على فكره. بالله يب يب، سلخت رفينا. انا مستلم هالجهه من ساعه ويجي دبابات. شوف كيف ما صاروا معلم، كمشنا الحدود، ما خذوني يقربوا من الحدود. لسه لسه في تانك جاي شباب، في تانك جاي، في دبابه جاي، في دبابتين شباب، اليتين جايين باتجاهنا. الاليه تبعتنا نزلت والله، يمكن نزلت. يا شو يب، هي قدامي على ال 65. 65 طيب علم لي. او اكلت صاروخ، اكلت صاروخ. صارت صارت عندي مباشرة، صارت عنا بالضبط. صارت عندك تقريبا مصطفى. شفته شفته، فاتت بالنار. لا راح تنفجر. وين دخلت؟ هي تركت اول منطقة طحشت لجوا معلم، فقدوا الامل من هذول. فجرت فجرت فجرت، فاتت بالنار وفجر. هذول فقدوا الامل من اول حارتين، لسه من اول تشيك بوينت. بالفعل مثل ما شفنا سيطرنا على الحدود سيطره تامه، وقدرنا حتى نكمش المنطقه اللي عم يطلعوا منا وما نخليهم يتحركوا. وهيك العدو تقريبا كان فاقد للامل. اجت اجت الغاليه، اجت. هلا هلا اجت اجت، مرعبتهم معلم، اجت اجت القاهرة. والله زيكي لو حاول نزل الطيارة يا زلمة. فوقنا هي، شلون تحدد له؟ حدد عندك على الارض اي علامة. او ماي جاد، انا مديت. يلا يا رب. هذا الحيوان تبعنا قصف مدينتنا؟ يب، قتلنا كلنا على فكرة. عم يبكي على الشات اللي عم بقول بعده وبعده راح اتبند. يب، وبالغلط احد القادة قصف المدينة تبعيتنا. جاب ام العيد هذا، قصفنا انا، مو بس انا، ضرب معلم تجمع على هذا. هو الكوماندر قدامي، اقتله اريحته منه. طيارة طيارة، اي في تانك تانك تانك، وقف. لا هي النهاية والله، بحسن اضربه موجه، اضربه موجه. صاحبنا ولا مو صاحبنا؟ الطيارة، الطيارة صعب تصيبها بالموجه، ضربه بالعادي باول واحد. وين اللي واقف؟ وين يمكن واقف؟ وين واقف؟ وين واقف؟ وين واقف؟ وين؟ ايوه الله بكيت، خلص خليك واقف. بس لا هنيك البيس تبعه، لا لا ما فيك تجيبه البيس. اشوف البيس، اكيد البيس. ايه مين بيس تبعه؟ ما فيك تجيبه. ايه والله مين بيس بروتكشن. انا عمول ليش نزل هيك؟ اوكي اوكي، في وحده هون. وين؟ شفته؟ هلي هلي. ايه شفته شفته. حرام والله ذاك الصاروخ راح. يلا مالي مالي، ثلاثة في وحدة بعيدة كمان. لا يلا روح 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 روح، لو طلع على اليسار حبيبي وودع الملاعب. يلا انت خلصت كيف والله وحش.
تقريبا ما يعني اكثر شيء جايب كلات يعني انا اللي روحه يا شيخ روحه وين طاح شيء جاي البصره we gonna make the dango we gonna make the dango we gonna make the dango